بعطيكم العافية. أي أوروبي أو أمريكي أو عربي أو أفريقي بحب يشرب قهوة، يعني هذا إشي طبيعي بيصير، لكن الكنديين عندهم ولع كبير بالقهوة. في أوتوا في محل مشهور للقهوة اسمه بريدجهيد، هذا الفاميلي بيزنس، لهم عدة فروع، يعني أي واحد يجي على أوتوا بشوفهم، مش موجودين في أماكن ثانية. المحل اللي موجودين فيه احنا هذا المكان الاساسي تبعهم، رح اورجيكم جوا كيف هم بيحمصوا القهوه وبطحنوها خصيصا لهم، فعشان هيك طعم بريدج هيد خاص جدا، انه طعم لذيذ كل اهل اوتو بحبوه. تعالوا نشوف. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.